لا ان شاء الله يعني اقوى شوي اذا كان مثل انه عم ينزل واحد من الباب بعدين تقعد معه نزحنا من حي بعيدين إلى منطقة المشهد وبقينا في منطقة المشهد حوالي 20 يوم وبعدها اطلعنا في باصات الخضر تهجرنا في باصات الخضر تهجير قصري طبعا كنا نمارس كان عندنا مهني وكان عندنا دخل بمدينة حلب يعني مهنتنا كهرباء ومحل وهذا لكن هون ظروف العمل ما هي متاحة ما في عمل يعني لذلك هذا الأمر شكل ضغط وحاجة يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين يعني نحن كنا في حلب أنا عندي محل ألبسة والليدية وكنا نلبس هالأطفال وحسبنا الله ونعم الوكيل تهجرنا من حلب وجينا طاق غراضنا لا مأوى لا ملبس لا هذا الفترة الأخيرة استلمنا من منظمة بيبو الأنيد هيدفاء القسائم اللي قيمتها 38,500 ليرة والحمد لله رب العالمين فضل من الله والمنظمات يعني عندك منظمة بيبول أعطتنا هالقسائم الحمد لله مشكورين يعني القسائم قضت الغرض غير سابقا كنا في حلب نأخذ الحصص والحصص يوجد فيها كتير شغلات يعني ما بتلزم العائلة يعني لاحظنا انه طريقة جديدة طريقة انه القسائم طريقة افضل من توزيع الإعانات السلة الغذائية لانه بتحلك مجال انه تختار السلعة اللي بدك اياها وبالوقت اللي بدك اياه يعني بتسند هي ما هي كافية لكن بتساعد قدر الامكان لا بأس فيها